السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، معاكم إن شاء الله النهاردة مهندس أحمد رأفت. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى عن الهندسة العكسية ودورها معانا في الصناعة، طبعا بصورة مصغرة. وهنتكلم عن أحد البرامج المستخدمة في الهندسة العكسية طبعا، بس في مجال الميكانيكا أو قطع غيار أو ميكانيكا كومبوننت يعني، تمام. وطبعا دور الهندسة العكسية مش مقتصر فقط بس على مجال الميكانيكا، لأ مقتصر طبعا. شوف السؤال معانا ده يعني خلال الشرح احنا ان شاء الله في خلال الدقيقتين دول هنتكلم بس عن حبه حاجات الهندسه العكسيه. يعني عارف ان الهندسه العكسيه داخله في كل حاجه، هي اسم الهندسه العكسيه برضو معانا من زمان مش من دلوقتي، بس هي اعتبر ظهرت اليومين دول او بقى عليها اقوى اليومين دولت بسبب المشاكل بدات تظهرنا في الصناعه، اللي احنا كنا كل شويه نستورد اجزاء قطع غيار وقطع غيار السيارات والتروس للمعدات والسيور، فبدات تظهر معانا بشده اليومين دول على طلب فتره اليومين دول بالذات، تمام. هنبدأ إن شاء الله نتكلم عن الهندسة العكسية. طبعا الهندسة العكسية في ناس في الأول أو ناس بيسموها الباكورد انجينيرنج أو الباب الخلف الهندسة، وده بي يعني ده بيرجع ليه أنت أساسا المفروض قبل ما يعني المفروض أنت بتفهم فكرة عمل الأجزاء أو فكرة عمل المنظومة، أو حتى وأنت بتعمل برنامج سوفت وير الفكرة منه إيه. يعني أنا مش هجيب مثلا حاجة وأعملها زي ما هي كوبيست، لا مش هنعمل هندسة عكسية مش كوبيست. بس احنا مش بنتكلم ان انا هجيب عندي مثلا شافت اتكسر وحصل فيه مشكله او ترس، وانا اروح اديه للراجل في الورشه سواء في مكانه في السبتة او في مصنع عندي، مثلا اخد الجزء دوت يعمل لي زي ما هو، تمام. ده هو عامل لك بس منه حتى الخامه، ممكن كمان ما يحلكش خامه، لا ده انا اشوف لك خامه بديله وكده هاي هعمله لك يعني، تمام. فاحنا مش بنتكلم عن هندسه عكسيه او منظومه هندسه عكسيه، لا مش بنتكلم عن كده خالص. منظومه هندسه عكسيه اشمل اوسع بكتير، تمام. بنتكلم في اجزاء كتير جدا، حتى في البرمجيات في المعدات في المواد الكيميائيه، في يعني طبعا في زي الادويه والمواد الصيدلانيه في العلاجات دي برضه لها هندسه عكسيه. اما ان الحركه ما بتنزل الصيدليه مثلا ممكن عندنا في مصر الموضوع دوت يعني، ما اعرفش بره في الدول العربيه او في العالم بره، لا انت بس بقول لك لا مش موجود، ففي الدواء البديل بتاعه، وده طبعا لاحظناه الفتره اللي فاتت جدا عندنا يعني، تمام. فعايز اقول ان الناس العكسيه لا مش كوبيست، وهي الناس تقول عليها باكورد انجينيرنج. ليه؟ عشان انت المفروض بتفهم انت المقصد من المنظومه دي ايه، او من الاوبجكت اللي معاك ده هو ايه، عباره عن ايه، فكره عمله، ايه المخرج بتاعه، ايه الانبوت بتاعه، انت بتدخل ايه، بيخرج لك ايه، الهدف منه، تمام. ده في المقصد بتاعنا، وبعد كده بنبدا نحدث. ونصيحه برضه عشان تبدا تحدث، انت عارف انت برضه انت عاوز تحدثه ليه، يعني انت عشان جبت المنظومه دي ليه وهتحدثها ليه، تمام. لان في ناس لا لك انا هجيب كذا واروح استورد كذا وهعمل كذا، مش ده حلو. طب انت عايز تحدث ليه؟ طب لا، فما تشغل ما تخشش مثلا في موضوع وانت مش عارف هو انت عايز منه ايه ولا الاخر ايه، تمام كده. وبرده لو في مثلا كان مثلا معده او ماكينه او كذا، ناس برضه شغال ميكانيكا، فايه تلاقي ناس كانت كلام طبعا ممكن عن ميكانيكا يعني، يستحدث تشوف الكام فيرجن اللي قبليهم، مثلا لو كان مثلا على العربيات او السيارات مثلا عشان دي منتشره كلنا يعني او عارفين السيارات يعني. تشوف مثلا لو انت في شركات بتستنسخ سيارات طبعا زي الصين كده، لو شوف طبعا في تشابه كبير جدا بين العربيات الامريكي والصينيه في بعض الماركات، والعربيات برضو من الياباني زي عندنا برضو مصر، لسه في عربيات انواع معينه برضو من انواع العربيات الصينيه تيجي تركب عليها يقول لك لا تبعت له الحاجات الماركة تويوتا او ماركة كذا بتركب عليها، وخلاص هو خدها كوبي بيست منها وعاملها، تمام. بس طبعا بحب التعديلات تغيير اللوجو، يعني ممكن يعدل في تفصيله في الشكل في الصاج، بيعدل في تفصيله في الفوانيس بتاعت العربيات، تمام. فانت يعني حبيت اقول لك حاجه برضه، هي لازم تكون شفت كام فيرجن من قبلهم بحيث تفهم برضه هم كانوا بيفكروا ازاي. يعني شوف مثلا النسخه بتاعت مثلا 2010 مثلا 2008 2005، تمام. وانت سمعتها في 2024 مثلا، او مثلا جيب النسخه اللي قبل كده وشوف الناس ديت كانت بتحدث ايه. يعني مثلا في النسخه 2010 بقت 12 ولا 11، ايه اللي نزل عليها؟ طب 13 نزل، ايه اللي 15 نزل، ايه اللي 19 نزل، ايه اللي 20 نزل ايه؟ بحيث تفهم برضه الناس دي كان مصمم ملك الشيء هو كان بيفكر في ايه، حدث ليه وعمل ايه، تمام. طبعا اللي يعتبر اول ظهور ليها في الهندسه العكسيه، بس طبعا كان شايلها منطوق هذا الاسم يعني، كان بعد الحرب العالميه الثانيه، المانيا بعد ما خلصت الحرب.
المانيا بعد ما خسر الحرب فقدت دول كتير جدا، يعني اعتقادي ان لو هتلر كان ماشي في المانيا كان اتجاه سلمي، وكان هو كان ماشي في الاقتصاد كان زمان المانيا دلوقتي هي مسيطره على العالم بدل امريكا، يعني اقتصاديا وقوه وكل حاجه يعني تمام. بس بعد المانيا خسرت الحرب العالميه الثانيه بدأ في بعض الدول تاخد منها العملة بتاعتها ويستنسخوا المعدات والأسلحة، وفي دول هنا برضو في ناس كده الكول عندنا برضو جابوا برضو على الألمان وعملوا طيارات وعملوا محركات. يعني أنا أعتقد سمعت برضو من ضمن قراءته يعني قبل كده على النت، يعني إن كنا إحنا عاملين أيام زمان برضو كده في فترة ال 5 سنين يعني كانوا عاملين طيارتين نفس طيارة نفاثة وطيارة تدريب، هي قرارات 300 أو حلوان 300 وحلوان 200 ومحركات بتاعتهم. كانوا قال برضو احنا كنا جبنا علو ألمان برضو واشتغلنا معاهم وإيه قدرنا نطلع الطيارات ديت. كانوا قال برضو إن حضرتك دخلت على النت وكتبت قرارات 300 هتشوفوا قصتها برضو ممكن تفهموا قصتها أحسن مني برضو، عشان أكون برضو ممكن وكان يعني مسقط شيء او حاجه. بس وقال في النفس ساعتها دوت لو كانت اسرع طياره الصوت، يعني ضمن اسرع طياره الصوت في العالم. يعني في برضه احنا قلنا برضه ان الاتحاد السوفيتي مش اسف يعني من ضمن الدول اللي استفادت في من المانيا بعد الحرب العالميه وخسر الحرب، يعني خدوا منهم الصاروخ الفي 2 وعملوا نسخه منه من الصاروخ الار 1 اللي هو ده الصاروخ الفي 2 ده الالماني، وعملوا منه نسخه ليهم ار 1 تمام. والاتحاد السوفيتي برضه كان لعب برضه دور تاني برضه، طبعا كل ده قبل ما تطلع الصين. يعني في الفترة بعد الحرب العالمية التانية والحرب الباردة روسيا كانت بتنهض شوية تمام، لكن دلوقتي طبعا الصين هي اللي ماشية في المجال دوت، طبعا كلنا نشهدهم يعني هذا الفعل. الاتحاد السوفيتي برضه خد من الأمريكان برضه في القذيفة البي 29 وعمل منها التيو فور الطيارة تيو فور تمام، ممكن في الستينات أو أظن ذلك يعني في أيام الحرب الباردة تمام. دي برضه يعني أمثلة بسيطة يعني من أول ما بدأوا في الحرب الهندسة العكسية يعني ده كده. طبقات الهندسة العكسية، لا طبقات الهندسة العكسية طبعا أظن لسه هتكلم معاكم، هي مش واقفة بس في جانب كده، لا موجودة في مجالات تانية جدا تمام. ده موجودة في حتى في مجالات كمان بتصنع الغيار والآلات، وحتى دلوقتي بره المجال موجودة في كل البرامج في الأبلكيشن. لو أنت عندك سوفت وير لازم سوفت وير تاني باسم تاني بيعملك نفس الصيغه، والكراك برضو لما اجي اعمل كراك للشغلانه برضو للسوفت وير طبعا مثلا الهندسه العكسيه. الابلكيشن بتاع الاندرويد موقع الويب سايت مثلا، لو عندي مثلا ويب سايت عاجبني فانا عايز اعمل واحد زيه للشركه بتاعتي فبروح اجيبه تمام. حتى برضو في الاجهزه الطبيه والانظمه البيولوجيه زي الأجهزة الطبية بتستخدم فيهم مقياس الأنظمة البيولوجية والأنظمة الحيوية لجسم الإنسان، ده برضه بيستخدم في الهندسة العكسية. الأدوية اللي هي فارماكول برودكت ديزاين ديت برضه زي ما قلنا العلاجات، أنت بتروح للصيدلية زي ما شفنا كده الفترة اللي فاتت، ويمكن لسه لحد دلوقتي لسه برضه ما طلعناش من المشكلة ديت اللي احنا في علاجات بتجيب استيراد زي للأسف الكبد يعني حاجات السكر اللي مش موجودة تبقى كذا، حتى برشام برضه يعني جت على البرد، لا في بديل ليه فبديك بديل ليه. كل ده برضه يعني الشركه ما بتيجي بتصنع بس طبعا يعني كل ده برضه مجالات هندسه عكسيه، انت بتدش الحاجه يكون مثلا في دواء بيجي وبيعمل لك دواء تاني مشابه ليه تمام. ايه الخطوات الرئيسيه للهندسه العكسيه؟ طبعا خطوات الهندسه العكسيه في خطوات خطوه رئيسيه لو استخراج المعلومات وان مودلنج او النمسجه بتاعته والمراجعه. انا اول حاجه بستخرج المعلومات ان اخد من عند الجزء بتاعي او المشروع اللي طول السنه لسه باجي استخرج معاه، اخد المشروع بتاعي او المنظومه بتاعتي ببدا اشوفها هي عباره عن ايه، وببدا اشوف كل حاجه من مثلا لو اجزاء مكس عندنا ميكانيكيه ببدا اشوف مثلا عندي الماتيريال الابعاد الوزن بتاعي عامل ايه، الصلاده مهارات سطحيه الفيتنج والتورنس بتاعه تداخله مع الاجزاء التانية عبارة عن ايه، بيركب مع مثلا مع بيرنج ولا بيركب مع جلبة ولا الجزء ده حر ولا بيركب فيه خبور. كل ده انا بشوف المعلومات دي كلها عشان تخدم عليا، عشان قبل ما اشتغل بس كده اعرف انا هشتغل ازاي، السكة بتاعتي تمشي ازاي، شوف المود بتاعي ايه والمخرج بتاعي ايه والترك بيستحمل مثلا لو حاجة عليها ترك عليها مومنت، بشوف بقى الحاجات دي كلها على كورس بيستحمل قد ايه. كل ده انا بشوفه بدرس كل الحاجات دي والنقط كلها بدرسها
قبل ما اخش على الجزء بتاعي لو بام اعمل لها مثلا، شوف مثلا الفلو بتاعي خارج قد ايه الثانية، بشوف الباور بتاع الترومبا اللي داخل عليه اللي داخل عليها قد ايه، تمام، الام والاوت بتاعه بتاع البامب ديت، شكل الانفوليوت عبارة عن ايه، هل مثلا غيرته بعد كده يحصل معايا طب ايه، طيب غيرت نوع الامبرر بتاعه هيحصل معايا ايه، كل دي انا باخد معايا دي، بستجذب معلومات، بستجذب معلومات من المنظومة عندي. فالهندسة العكسية يا جماعة مش هاخد كورس واعمل كورس بس في حاجات بتعمل، ممكن اعمل اقول لك مثلا انا عندي منظومة شغالة زي ما هي بس عايز اعمل فيها الترس دوت، خلاص انت لازم تعمل ترس نفسي مش هغير المنظومة، تمام. النمذجة او الموديلنج بتاعنا انا خلاص انا خلاص خدت كل المعلومات اللي عندي كلها السابقة دي، خلاص هبدأ اشوف بقى هبدأ اعمل فين، هبدأ بقى اعمل التصميم بتاعنا بقى، هبدأ بقى اعدلها ازاي، وهبدأ بقى اعمل الديزاين بتاعنا ازاي. بس طبعا بيعمل التصميم بتاعك انت على بناء عليه على التصميم انت جايبه، انت خلاص معاك التصميم او انت رسمت عملت ريفيرس وعملت معاك الجزء في ايدك خلاص، او رسمت خلاص عندك على الكاد، تشوف انت تعدل ازاي بقى، تمام. دي النموذجة اللي احنا بنتكلم عليها. وعلى فكرة عشان تعمل نقطة المودلنج دي لها كذا قصة كده شوية هنتكلم عليها بقى، ممكن عليها برضه دلوقتي يعني معانا. ان انت عشان تعمل مودلنج لازم تعمل اول حاجة طبعا، لو مثلا زي ما قلت كده بترفع الابعاد سواء طرق عاديه او طرق غير تقليديه زي الهاند سكان، الهاند سكان او الليزر سكان عامه يعني، تمام. مع دي بتاخد ديك النقط ديت او بعد ما تعمل سكان دوت او الطرق العاديه دي، تمام. تبدا مثلا ايه تعمل دي حاجه اسمها مش فاين، والمش فاين ده بتاخده بعد كده عندك على برنامج كاد وتبدا تعدله، بس انا هشرحها لسه ده في السلايد بعد كده، تمام. بس بعد كده بعد ما نعمل المودنج او نطلع خلاص الجزء بقى انت عنده معاك موديل ليه، تبقى كده تعمله ريفيو اللي هي المراجعه بتاعتك. الريفيو ده انت المفروض خلاص تعمل مراجعه للاجزاء بتاعتك، بتعمل شوفه وشوف تعمل له فيريفيكيشن هناك، وبتبدا تحلل مثلا لو هتعمل ستريس اناليس عليه، عايز تعمل كيميكال كوميشن تاني برضه للاجزاء بتاعتك، تشوف الصلاحيات بتاعتك تاني برضه عامله ازاي بينها وبين التاني، تمام. احنا برضه يعني هنتكلم برضه عن حاجات ميكانيكيه برضه للاسف يعني، فالموضوع مش مفتوح معانا. فمثلا لو كان مثلا اجزاء ميكانيكيه مثلا لو خدنا مثلا شافت، الشافت دوت انت خلاص معاك نفس الاطوار بتاعته هو وعدلتها، شوف تختبر اختبر مثلا قبل ما تبدا تصنع، هتختبر الاثنين شافت دولت على نفس السوفت وير اللي تختبر عليه، مثلا سواء انسيس بقى او سوفت دور سيمونيشن او اوكس او ايا كان يعني، هتدي نفس الفورس هنا وهنا، وشوف التورك اللي طالع هناك وشوف او نفس التورك اللي على نفس التورك برضه، وتشوف الستريس تنس بتاعك عامل ازاي، تشوف المومنت جرام بتاعك عندك عامل ازاي، الشير عندك عامل ازاي على العمود ومقطع العمود اللي عندك، تمام. شوف الرياكشن على السبورتات هنا كام هنا كام عامل كام، بحيث ده كل الحاجات دي بتديك احتماليه شويه قبل ما تبدا تصنع برضه. وفي بعد ممكن الناس تصنع برضه لو حاجات مهمه وكريتيكال جدا، انا من رايي الشخصي لازم تختبرها نظريا يعني فعليا، يعني خلاص خبرت كل الخبرات دي كلها نظري وكل حاجه، وتبدا بقى تصنع انتاج كامل، لا تصنع جزء او اثنين وتبدا تختبر انت برضه كده اهوت، تختبر على الارض يعني وتشوفهم، تمام كده. التولز اللي احنا بنستخدمها عشان في الهندسه العكسيه بالنسبه لمجال الميكانيكا يعني، زي ما قلنا عندك الطرق التقليديه، تمام، واللي هي زي البوكوليز او الميكروميتر او هذا كاس موجود عندك في الورش العاديه، تمام. في طرق طالعه بقى حديثه اللي هي زي السي ام ام ماشين، السي ام ام ماشين في ناس يعني اكتر بيستخدموها في الانسبكشن، بنستخدمها برضه في الهندسه العكسيه برضه، الناس عندها سي ان سي سي ام ام، تمام. وفي الارم سكان بالذات في الريش، السي ام ام اكتر شغل ليها في الريفرس انجينير في الريش، حضرتك في ريش تحت محركات التربل ريش او كومبريسور او ريش كومبريسور، تبدا تاخد طبعا نقط على كل مقطع لحد ما يديك تكست فايل كده بكل مقطع في الزد عندك النقط فيه عامله كام اكس واي، وتبدا كده انت بتحولها النقط ديت للسيري مودرنج. في الارم سكان والليزر سكان دول برضو بيتطوروا مش قريب من بعض، اللي انت بتاخد المش فايل بتاعك يعني الاثنين دول بتاخد تعمل السكان بتاعهم عن طريق اشعه الليزر او الاسف الهاند سكان، الليزر سكان هو بالنسبه لي الهاند سكان يعني، تمام. تبدا تاخد الفايل بتاعك بعد ما تعمل له سكان بتاعه بالليزر، تاخده على عن طريق ستيل فايل، وتبدا تحوله على برامج ثانيه، في برامج بسيطه او في برامج زي بي ال ام سوفت وير بروجرام بتحول لك المش فايل ديت ل 3 دي موديلنج، تمام. في برامج مخصصه كده فقط للريفيرس فقط، في طبعا زي جوماجيك اللي احنا هنتكلم عنه النهارده شويه ان شاء الله، وفي برامج طبعا زي بي ال ام برودكت زي الكاتيا والان اكس، دول برضه شغالين فين في وبيتس كاريو
بيشتغل برضه في الريفرس انجينير برضه والسيلو دي. تمام، وفي برضه النمتور ساعتها برضه المعامل دي اهم حاجه، الخامه دي اهم حاجه. تمام، ماتيريال طبعا بتعملها اختبار الماتيريال في الدكتور بتاعتنا مثلا تحضير تحليل كيميائي اللي هو مثلا او الشر يعني، وفي ناس بقى ممكن تاخد قطعه من الشغلانه وتبدا تحليلها، او في انتر السبارك. تمام، بيبدا يتحلل وياخد لقطه كده بالشر كده يعني، يقول لك الكون بتاعت ايه. طبعا في مهندس الخامات اللي موجود في المعمل يعني بيقول لك والله انا عندي عناصر كذا وكذا وكذا طلعت العناصر ديت، هو بيبدا يقول لك عليها. انت كان هو معاه جداول كتب يعني طبعا من الخبره بتاعته، بيقول لك مثلا دي بتطابق الخامه الفلانيه من الدين او من الازمه وكده يعني، يقول لك ايه هجيب الخامه في نوع فلاني. طب لو مش موجود عندك في السوق تبدا تشوف خامه بديله ليها اقرب ليها. تمام، وبرده من الخامه برده بتعمل خامه برده للكسر. تمام، واختبار برده للشد فماتيريا مش سوكه، بس هنحلل نوع خامه دي التلات دولار. ان في بعض الخامات او في بعض اجزاء بتكون جايه من بره تبقى مش فيها لعبه، يعني هو عاوز يحفظ لنفسه حق انتفاع الخامه اللي هو. تمام، تبقى هي كده كومبوزيشن، كيميكال كومبوزيشن للخامه ديت مقارب لخامه معينه، بس بتيجي تعمل لها اختبار شد يقول لك لا مش بتاعها، ده مش بتاعها، اختبار كسر لا مش بتاعها. وحصلت معانا يعني في خلال الفتره القصيره طبعا ما عنديش خبره كبيره قوي يعني، اعتبر شغال بقالي من 2011 يعني، بس خلال الفتره دي يعني وسمعت عنها كان ايه، كان جت حاله يعني، فاضطر طبعا ايه طلع في حالتين ماشي يعني، اسف اضطر طبعا لازم تجيب الخامه مني من المصدر بتاعها. يبقى انت خلاص هتفرض انت الخامه، انت هتفرض انت الخامه تانية على التصميم بتاعك، تستحمل المواصفات والكونديشن بتاع التصميم وتجيبها، ولازم انت لازم تختبرها. تمام، وكان في حاله منهم ان احنا فعلا فرضنا خامه تانية، طبعا مش يعني ايه انت كان المواصفات التصميميه والحراره وشروط الضغط كل الحاجات دي، وعملنا سلك الخامه وتم السبيكه والسباكة تمت، واختبرنا فعلي عشان نتأكد إن هي فعلا هتسد ولا لأ. أنا ممكن أختبر كل حاجة طبعا، نظر السباكة كل حاجة ماشية، بس يجي إيه لأ في حاجة ما كنتش عامل حسابها إيه في الأرض الواقع لأ. فعشان كده لازم تشوف الحاجة بتاعتك، لو أنت حاجة زي الكريتيكال أو حاجة حساسة جدا أو حاجة تنتج كمية لازم تجرب معاك على الأرض الواقع. تمام كده، في معانا برضه اختبار للصلادة والسيرفس تريتمنت والسيرفس تافنس، معامل السطح عامل ازاي، هتلاحظها مظبوطة، عاوز والله درجة نعومية معينة عشان دي حاجة تفرقك في التشغيل، انت هتشتغل ازاي، انت محتاج تكبيخ ولا محتاج هوننج ولا محتاج قراطة بس وشكرا على كده، لا الحاجات دي كلها تفرق معاك برضه في الشغل بتاعك، ولا انت اصلا عندك المعدة هتصنع الحاجات دي ولا لا. تمام، موديلنج سوفت وير، عندنا في برامج موجودة كتير جدا زي الجو ماجيك واللي هنتكلم عنه حلقة النهاردة في نفس الحلقة برضه كده، سامبل بسيط، ورينهو والبولي ووركس طبعا، وفي كاتيا والكيريو ونيكس، التلات دول يا جماعة من أفخم البرامج بيشتغلوا ريفيرس وموديلنج. يعني انت كده ممكن مش ريفيرس بس غير الجو ماجيك، لا ده اشتغل كبير ريفيرس موديلنج، طلع من الرسوحات تعمل اسيمبلي طبعا يكون محرك يعني جوه مجال برضه، عارفين البرامج دي وقدرتها على التعامل على الشغل ازاي، في الاناليسيس برضه اقوياء طبعا يعني، ومش في درجة الانسيز طبعا ايه، هو انت عارفين ان لما بيجي الناس بتيجي تعمل تسويق للبرامج بتاعتها بيديك حاجة على حساب حاجة يعني، مثلا في السلايد ده كده احنا في معانا برضه برامج الاناليسيس زي الانسيز والابوكس والابوكس، بس برضه يعني ايه، وفي كاتيا وفي نيكس برضه، نيكس مع ناسترون ممكن برضه تشتغل في تحليل برضه اناليسيز، بس برضه ده دول يعني اسس وابكوس دول بتاع اناليسيز فقط، في موديلات الاناليسيز دول يعتبر من التوب في الاناليسيز. تمام، لكن كتير ماشي كتير والسي ان اكس ممكن اعمل شغل اعمل فيريفيكيشن، بس مش هيبقى نفس النتيجه برضه عليهم. تمام، دلوقتي انا لسه ورك شوب معانا كده في السبيريال جير بيجو ماجيك، شغلانه كده هنبدأها بسيطه ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا كمان كده برنامج جو ماجيك ديزاين اكس، عباره فكره برضه يا جماعه، البرامج جو ماجيك برامج مشهوره جدا في مجال الهندسه العكسيه، يعتبر اسهل البرامج الاستخدام في الهندسه العكسيه. ومفيش ديزاين باك ديزاين، في ديزاين في انسكشن يعني، حضرتك دخلت الشركه المصممه البرنامج الاوبتون دي هتلاقي عندهم برامج تانيه فيهم. تمام، معانا برامج جو ماجيك ان شاء الله. طبعا اول حاجه عندنا قامت فايل امبورت واكسبورت، وفيها سيف اس والاوبن، طبعا دي
مش شبه اي برنامج. تمام، المفروض الملف بتاعنا يكون ستيل فايل. نفتح كده امبورت، نبدأ ندور على البرنامج بتاعنا. طبعا المفروض لما بسحب الجزء بتاعي، انا طبعا كنت عامل له اونلاين قبل كده عشان الوقت بس ما بقاش زياده معانا، فانا هدي فكره عامه بس عنده بس دلوقتي حالا. الهوم دي طرفه اغلب الاوامر تشتغل بيها. تمام، فيها اللايف ترانسفير ديت اللي انت المفروض بتنقل منها للبرامج السودوركس الكريو والانفنتور النكس. يعني انت خلصت من الراب بتاعك، خلاص خلصت كل الشغل بتاعك، تبدا تنقل المود اللي انت عامل دوت لبرامج تاني سودوركس عشان تعرف تتعامل معاه. انا مثلا كواحد بشغل سودوركس او بشغل النكس ما اعرفش اشغل فيرس، فانت رحت المكتب بره او الشركه بره، عملت او حد فريلانس بره يعني عمل الشغل ديت وعاوز يبعتها لي، فانا شغال انكس، فهيبعتوا لي انكس عشان ايه بالفيتشر بتاعته اللي تشتغل مع الانكس عشان ابدا انا اشتغلها. تمام، من ضمن المزايا برضه في الشو ماجيك اللايف كابشر ديت، هو تقدر تربطه باجهزه سكان تانيه زي الكيريا فورم او الفارو. يعني دي شركات تبدا تربطها، او الهاكسجون دي بتاع السي ام ام. تمام، تبدا تربطه باجهزه سكان تانيه تشتغل عليها على طول، مش يعني هو على طول يعمل سكان. كامي بوينت دي من كامي بتتعامل مع بوينت. احنا قلنا طبعا انت بتاخد الفايل بتاعك اللي اما عن طريق مش فايل او بوينت فايل، ماشي. فده كامي بتشتغل مع بوينت. والبوليجون دي بتبدا يعني بتنظف الشغل بتاعك زي اكنها مضيفاه يعني. تمام، بس لو في فيشر انت مش عاوزها بتبدا تعينها. لو انت عامل حاطط ماركر، يعني مش ماركر اللي هو الناس اللي بتعمل الاسكان بتحط تارجت كده على الشغلانه بتاعتك. طبعا مش في اجهزه ده زي الكيريا فورم المتر سكان، ما بيحتاجش تحط عليه تارجت. تحط تارجت، في تارجت دي بتبقى جاي مع الشغلانه بتاعتك، تسجلها بتشيلها من هنا. عايز عندك في افتتاحات مش عاوزها بتبدا تسدها، عايز تظبط الباوندري بتاعت الشغلانه بتاعتك، عاوز تخف الحجم مثلا، ده لو حجمه كبير عايز تخفه بتخفه من هنا من القائمه ديت، بتظبط عليه الشغل بتاعك يعني منهم. تمام، الموديل دوريشن دي انت عباره عن بتقسم الاشكال بتاعتك هو بيعملها كلها كالوان، بس بيختار لك كل منطقه شبه بعضيها بلون. تمام، هو بيعمل لك دي بتساعدك بعد كده في الاجزاء بالذات اللي فيها ريش او فيها شغل سيرفيس، بتساعد لك فيها الشغل بعد كده. ماشي، الالاينمنت ده برضه وحضرتك كل الارقام دي اغلبيتها موجوده في قائمه هوم. الالاينمنت اللي احنا لسه بنتكلم عنها دي بلان. تمام، حاجه بس البلان دي انت بتحط مثلا بتختار البلان انت عاوز بلان، بس انا طبعا كده لو عملت الالاينمنت خلاص عايز احط اكس بوينت. البول لاين ده بيتصمم اكتر لما يكون عندك مثلا زي مسار لبايب لاين بيشتغل في حاجه زي كده. تمام، الالاينمنت هنا مثلا لو انت عندك اسف يعني هنا برضه هنا الماوس بتاع في جوماسيك غريب شويه عن انت بتستخدمه. لو عايز تعمل زي مع الماوس بتاع جوماسيك بتخش هنا من الساحه من الصفحه فوق كده على اليمين، ده بيقول لك الاوامر بتاعت الماوس عباره عن ايه، بتتعامل معاها ازاي، ودي قائمه السليكشن بتاع التول بار. تمام، اللي انت بتبدا تختار بيهم. تمام كده، ودي هنا المساق بتاعتك او الاوجه اللي انت بتبص عليها، وهنا هو الشاد عايز تشوف الشكل ازاي، ريزولوشن او الشكل اللي انت عايز تبص عليه. تمام، وهنا طبعا معاك اكنه سوليد بس مش سوليد، هو المفروض الشكل الحقيقي بتاعه ده مقص كده. تمام، نقط كده. ولو حضرتك طبعا شغال من السوليد وركس هتلاقيه قريب جدا من السوليد وركس شويه. تمام، دي لو انت عايز تعمل الاينمنت الاجزاء بتاعتك معاك كذا سكان، وعايز تعمل السكان دولت مع بعض في الاينمنت. في يعني انا طبعا مظبط الحاجات دي كلها عشان وقت المحاضره. يعني لو انا عندي يعني انا عامل سكان الترس دوت ما جاش معايا مره واحده، جبته معايا كذا مره، وعايز تخليهم كله على ترس واحد، تعمل ايه؟ تبدا من هنا برده تحركه، خليهم برده كذا سكان دولت، خليهم في سكان واحد تشتغل بيه. تمام، تحطه ديتم بتحس تخلي كله في زيرو زيرو زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده دوت. لحظه، تمام، هو طبعا اول ما كانش جاي كده، جاي في حته ثانيه خالص يعني. تمام، دي كانت سكتش بنشتغل عليها، في مش سكتش وفي سكتش هنشوفه دلوقتي حالا، والسيد سكتش برضو. السكتش ديت انت هترسم انت منك نفسك، المش سكتش دي انت بترسم على المش اللي عندك. ماشي، نفس الكلام برضو في ال 3 دي مش سكتش والسيد سكتش. تمام، وطبعا كان موديل اللي هو فيه طبعا ربع الريفولف واللوفت والسويب السويب بيرميت ديت هو بيبدا يتنبأ يعني مثلا حاجه فيها سلندر بس هتكون واضحه، بيبدا يقول لك اه دي سلندر كذا، دي كون كذا، دي سفير كذا، هو بيبدا يحدد مع نفسه. تمام كده، دي كانت على الكاميرا بتضيفها واديت هتبقى قريبه شويه من اوتوكاد 3 دي. تمام، دي طبعا شغله بتاع السيرفيس اوتو سيرفيس. ممكن لو ان شاء الله مثلا في كورس او حاجه قدام مثلا فيه نبدا نتكلم عن الاوتو سيرفيس شويه فيهم يعني، او يبدا يعمل لك سيرفيس بياخد وقت شويه على الجهاز يعني بحالات لسطح. بس ده موسم لو حاجه مثلا عندك مثلا فيها بوتيل او فيها سيرفيس كده عين شويه بيبدا مثلا هو يعملها. وهنحرك بس اهو، شايف اهو ادي الجزء اهو، يعني انت لو وقفت على الكوره بيديك الشكل اهو،
حضرتك كنت شايفين مثلا دي كان ماوس باللبن اللي هو ده مش بتاعك، وبدأ هو حول ايه لسيرف الشبكات، وانت ممكن تاخد النص ديت تبدأ تحركها يمين وشمال لحد ما تظبطها الشكل بتاعك تمام. فالمفروض هنا كلمة الفيتشر من الهيلب بتاعك لو انت عاوز تسأل حاجة او تشوف حاجة معاك يعني السيتنج تمام. كمبتدت عبارة عن ايه الفيديو، وتشوف الناحية التانية هي عبارة عن ايه. الهيلب بتاعه برضه يعتبر جماعة برضه ممتاز، مش وحش تمام. الفيتشر الزوماتيك اكس تبدأ تمشي. ده قريب جدا من السول دوركس في السنة، حتى الهيلب بتاعه برضه شرح برضه كويس برضه معاه تمام. دي كامت تري، الكامت تري دي ديت اللي انت تقدر بتعدي منها يعني، مثلا تعمل هيدن لجزء، هتعمل سبرايز لجزء، دي اللي انت دي اللي هو فيها الشورت بتاعك اساسا. نقفل بس الهيب هنا الاول تمام. القائمه دي تقدر تظهر وتخفي منها فقط، لكن ما تقدرش تتحكم فيه يعني. مثلا نقول انا عايز اخفي المش ديت، تيجي هنا ده مثلا يكون عندي اكتر من مش هيبان تحتيهم، بس عشان هنا عندنا مش واحد فقط اللي هو ده، ممكن اخفي من هنا، بس هو لسه شغال، هو لسه شغال، لكن هو بس معمول اخفاء. لكن لو جيت ان هو معلش نظهره تاني شو على شوية وزع مني بس خلاص، مش لاقي في موسم على ولا حاجة. لو جيت هنا عمل له سبريس خلاص كده، هو كده ماشي، كده مش شغال معايا تمام. خلاص يا بنتي يا جماعه كده حطيت الترس بتاعي، المفروض كنت اعمل الالاينمنت قبل كده عشان بس الوقت تمام. فانا لو انا مثلا عايز ارسم الترس دوت هرسمه ازاي؟ سواء بقى اسطول يعني ان اكس على كده، هي امر ايه اللي هبدا كده استخدمه كده معاه؟ امر طبعا ايه ريفولف، لما هرسم بقى سلندر هنا سلندر هنا بيكون كده، وهبدا ارسم حاجه كده تمام. فانا خلاص معايا كده مثلا هبدا ارسم الفول بتاعي، هبدا ارسم ايه الترس بتاعي دوت عليهم. بس هرسم شوف عاوز سكتش صح، بس انا معايا ابعاد امنش ابعاد ماشي. هو الجزء ده سهل، ممكن اسوي بالكوليس الكتر الداخلي بتاعه وكده، بس انا معيش ابعاد. ابدا نعمل ايه بقى؟ وطبعا دي من مش لمش مش هتجيب حاجه زي ما انتم شايفين كده معانا. فانا اعمل ايه بقى؟ اروح هنا كلمه هوب. هي الفكره يا جماعه لو انت عايز تظهر حاجه مثلا زي الميجر دي تحت، عاوز تظهرها كان الكاستمايز روبن، تبدأ تظهر الجزء اللي انت عاوزه معاك تمام كده. لو انت حاجة عاوز تظهرها معاك، انسرت الميجرمنت الحاجات ديت، تبدأ مثلا في حاجة مش ظاهرة عندك تبدأ تظهرها من ماشي. الميش ديفيشن دي مهمة معايا جدا، انك بعد ما ترسم بتقارن المش بالفايل اللي انت عامله تمام كده. الكولر ماب والديسبلاي. فانا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ ارسم سكتش. فببدا اشوف مثلا بلان ارسم عليه، اختار كده بلان بتاع الفرونت عندي نوت، اقف عليه كده واروح عند مش سكتش اللي هنا، هي لما اجي من هنا مش سكتش من هنا او من هنا تمام. لما اظبط حاجه كلمه هوم في اغلب الاول بتاعتي اقول له مش سكتش على مين، بقول له انا عاوز على ده على فرونت ده تمام. قال لك ماشي يا عم، خد على كام الفرونت ديت اللي انت عاوزها ابدا ارسم. طب انا ممكن دي يكون شكل اللي مش عاجبني او فينا حاجات مدردره كده مش جنب السطح اللي انا عاوزه بالظبط، فانا اعمل ايه بقى؟ اقول له لا خلاص، اقول له عايز روتيشن موسود النقطه الثانيه، وعايز سنتراكس. بعدين اسال مثلا سنتراكس دي انا ما عنديش اكسس نستعمله هنا في البرنامج. في حاجه حلوه اللي ممكن تختار اي اثنين بلان متعمدين على بعضهم وتعمل لهم اكسس يعني. اقول له عايز بلان ده والبلان ده، عملوا اكس من غير دوس كنترول شيفت ولا اي حاجه. هنا يا جماعه لما تيجي تختار سيلكت معاك كنترول شيفت دول شغالين معاك ماشي، بس لما جيت اخترت الاكسين التوب لاين ما قلتش على حاجه ماشي. والبيس فرونت بتاع بيس بلاين بتاعك فرونت ماشي. لكن انت عايز بقى تاخد ايه مقطع فين؟ هو دي اكن يا جماعه باخد لقطه ماشي، بس مش عايز اعمل سلوت دلوقتي. السلوت ده ما اعمله، اعمل ريش اتحرك بس من هنا وكده يا جماعه. حد ياخد لك لقطه، بص اللقطه دي هياخد لك منها بصمه على مين؟ على فرونت يعني. اللقطه اللي ياخدها دي شايف، لو بص لو وقفت كده ياخدك على فرونت طول ما هو ماشي كده. يبدأ معاك ياخد لقطة يعني. أنا طبعا بدأ أختار، بحس إن عندي الشكل دوت الميل ده يبقى أكبر حاجة عندي معايا عشان أبدأ أعمل الكون بتاعي مظبوط يعني.
ممكن اوزع كده مش كده العكس. تمام ممكن اعمل تقسيم هو كده خمان بس وقت للاسف. جيت عملت سكوت هو واحد ضربة جاب لي ايه ميل بتاعي لو انتوا شايفين كده الزيتون بتاعي. خلاص ابدا اقول له ماسك كده اوكي انا كده تمام اوكي. ابدا اخد لخط اللقطة بتاعتي انا كده خلاص ابدا اني اشتغل بقى. هنا في لما تعمل اوتو سكتش هو بيختار كل اوتو سكتش برسم لك هو زي كده متعلم بس هو بيرسم تمام. بس انا بحب استمر في كل الطرق يعني. ارجع تاني كنترول زد حابب اقول له عايز لاين هنا اهو اقول له ماشي اعمل فيت ليهم وارجع تاني اقف على اللاين ده اقول له كليك يمين واقول له اد هوريزنتال عشان اضمن ده اكيد افقي مش مية تمام. اختار ان هو السطح دوت تمام اقول له انا راسي ماشي كده وابدا اشوف لينا هنا كام. انا هنا جاي في شنفر تمام. الشنفر ده انا عاوز اظبطه طبعا عشان انا ما اجيش الف فيه ممكن برضه يكون في حاجه غلط في مش حاجه مش ظاهره او تقريبا يعني. نبدا اعمل كده واعمل خط مساعد خط مساعد وابدا اعمل اكستنشن ليه من هنا ومن هنا عن طريق اللي هيكون اكستند تمام. وراح اعمله تريم تمام ابدا كده اعمله شنفر من هنا وهنا بيدينا هو شنفر كام. ممكن اخفي مش هنا اخفي المش دي كده وابدا بص ده واحد ده كبير واحد تسعة عشر دي كبير. بص هنا اقول له مثلا دي الواحد كده قال لي ارجع تاني بس عشان ايه اثبت ده مكان اقول فيكس عشان ده ما يتحركش. خلي ده واحد كده ده واحد ونص ماشي واحد ونص قريب ليه تمام. ابدا برضو اجي هوت هذا كده اقول له عشان افك معاه واعمل برضو خط هنا مساعد واعمل له اكستند من ده وده. على فكره ممكن ارسم خط من هنا بس انا مش عاوزه كده يعني. انا بحس ما تطلع الرسمه للمهندس بتاع السيدي مود عشان يعمل مثلا اللوحه بتاعته 2 دي او يعمل حاجه اللي هو دوكيومنتيشن دي يبقى واحد ونص مش ده. انا مش عاوز اخلي البرنامج هو يعمل كل حاجه ممكن اعمله كده خلاص شكرا يعني دوست اهو شكرا كده خلاص مش عاوز حاجه تاني. لا بس انا مش عاوز الطريقه دي. انا عاوز بحس انا اعرف بحاول اظبط له ابعاد عند ما اقدر اكون بدماغ المصمم اللي كان عاملها قبل كده تمام. بس وابدا ايه اقيس برضه نوت اعمل الشنفر كده اللي هنا ده عامل كام مش عامل كده مش عايز ادي مش عايز ماشي ده كده واحد تحت واحد مني تمام كده هبدا اخد هنا تمام. هبدا انا ايه انا خط مساعد انا برضو خط مساعد هنا برضو خط البرية أبدأ أنكستين تمام أمسح الخط ده الفضة بتاع السنة لسه هرسم بفول السنة بعدين تمام. دي الزاوية العميل ديت أنا هعمل إيه أجي عند اللاين ده النقطة دي وأعمل خط كده أقرب للمقاس لي شوية. كل ده ليه؟ كل ده عشان انا عايز امد الخط ده بس ده اللي انا عاوزه بس شكرا كده. وابدا اعمل ايه بقى؟ اعمل كليم هنا وهنا يعني معلش اسف لو غلطت يا جماعه كنت عاوز اوصل ده هنا عشان نجيب ارك ديت ماشي. عاوزين نجيب الارك ديت تمام تمام تمام. لا دي كده هتعمل ارك على طول ماشي دي كده هتعمل ارك على طول من هنا 3 بوينت ارك. بس خلي الارك ده مع اللاين ده مقاس واقول له اكستند هنا واقول له تريم هنا تمام كده وابدا اشوف مثلا دي اللي هنا اللي هنا كام الاول دي طلعت 19.99 يعني 20 مللي بس عشان مش بس كده تمام. وشوف الارض بتاعتي كام دي 1 بوينت انا هاخد ار 1
طب ار واحد وربع ماشي، كان مناسب ليها كام؟ ار واحد وربع كده كان مناسب ليها. ابدا اكسر، انا بقى بحاول ارجع للفكر بتاع المصمم على قد ما اقدر، بحاول ارجع لفكرة المصمم على قد ما اقدر، ما اعملش انا كده ايه حاجه خلاص خد كوبي بيست وشكرا، لا خلاص لا. لان انت حضرتك شفته كام؟ 19 و 99، دي يعني حاجه في التشغيل يعني تورنس كده يعني حاجه جميله. دكة الاسكان بتاعي دكة انا وانا بقيس لو الماس من هنا كام؟ 290 يعني 3 من كام كده؟ انا في بس انا كنت احط الاكس الف عليه 53 9 يعني 54 مللي تمام. لو هنا 34 9 عشان اعمله فيكسيشن فلازم ارجع اغير يعني الفيكسيشن دي من هنا تمام. ده 5 تمام كده ماشي. بص على كده اقول له فرس قوي تاني معلش يا مان، كنت عملت كده من الاول هو طبعا مش هيفرق معايا يعني، لو عملته مش هتلاحظ معايا يعني. بعد كده مساعد 100 زي شوط النصر ده 35 بس كده انا بس عايز اظبط ايه الالعاب بتاعتي تبقى كده زي المصمم مكان عاملها. تمام كده تمام ان شاء الله باذن الله تعالى. صلى الله على محمد. ايه تاني معانا؟ خدنا بعد ده، نشوف القطر ده والسنتر ده كام معانا؟ ده عامل 70.2 ده ممكن ممكن نخليها 70 مش ممكن، كنت هحاول يخليها ايه الحاجات دي انا قاعد بقى تشغيل واشغل كده مثلا المحاضرة دي. بس كده القطر الخارجي ده برضه مش فارق في الترس يعني، الترس ده عشان يعني لازم برضه وانت شغال يفضل يكون معاك الاجزاء ذات نفسها، الترس عشان يعرف اصلا بره مع نفسه بره هو ده في الهواء، فاتنين عشرة ممكن دي الراجل هو مصنعها كان سبع حدود. ال في لما تيجي تصنع التروس عامة في حاجة اسمها الاكس واكس ام اللي هو سماحيات السكينة مع المكنة تمام، بتتساب في المكنة يعني ممكن هو وفي حسابات احنا بنحسبها، بنحسب غير المديول بنحسب الدي نود والدي اوتر والديف. فانا انت حضرتك حد شغال في التروس وسامع فيديوهات عارف ال 12 جاي منين، في حاجة اسمها الاكس والاكس ام بتتحسب، فممكن ال 12 دي بتاعت الاكس ام موجودة. بس انا بقول لك بحاول اعد الشيل اصله هو بتاع بقى ما يجي هيصنع تاني بتاع الفريزه او هي يبدا يحسب يطلع معاه تمام. دي 70 احنا قلنا ايه تاني معانا؟ بعد التاني كنا عايزين نشيك عليها خلاص خدنا دوت خدنا الطار ديت. نشوف الزاويه دي برضو كام؟ دي 23 درجه و9 وكام من الف ممكن اسيبها كده برضو والله يعني مش فاكر يعني 23 درجه 90 67 ماشي. انا بيس بس ده اللي مش لا مش 70 دي ديت السنه بيس عادي ماشي. انا قست غلط كنت عايز اقيس بس السنه دي كام عشان اعرف المقابل بتاعه ده كام 17 ده 17 سنة 17 73 ماشي تمام. تمام كده المفروض انا خلاص كده عملت الجزء بتاعي خدت سيكشن منه اهو. ف انا المقاول بتاعه بس للاسف ما جبتوش يعني التول بتاعتنا مطرمه في كام سيره بس معيدين احنا اشتغلنا عليها بنفس الطريقه ديت تمام. خلاص نبدا حاجه نبدا كده خلاص كده عملنا اكزيت سكتش نبدا نروح قائمه موديل او ممكن برضه من الهوم في الموديل تمام. اقول له في كده اجزاء مفتوحه. طب انا في جزء برضه نسالكم عليه يا جماعه وانا شغال بتاع كده السكتش تاني عندي ايد سكتش من فوق ما اعرفش اعمل ايد سكتش من تحت. هنا ممكن بس اخفى السكتش بتاعي او زيرو تمام من هنا او هنا بس عشان ايد شغال عمل ايد سكتش فما ينفعش يتخفى ولا زيرو دلوقتي. الريفرنس بقى خليها ظاهره معايا اروح على الكورس اعمل حاجه اسمها دوس جوينت اندس وابدا اخفى المش بتاعتي كلها. دي بقى حاجات فتحات معايا ما كنتش شايفها لازم تقفل. فببدا اقول له ماشي شكرا لسعادتك هنا طالع ده يبدأ معايا بس طبعا كده غلط برضه ماشي. المفروض ده ارك في ارك. طب الارك كام؟ ابدأ اشوف الارك ده كام انسب حاجة ليه. اقول له واحد وربع برضه كده
ماشي، ابدا اعمل ارك ده مع ده تمام كده، وابدا اعمل تريم هنا وتريم هنا، ابدا اعمل ارك تاني تمام. هو ده ممكن كل ارك مع ارك مع ارك او مع شنفر، بس انا مش هركب مع ارك كده، مش هيفرق معايا ولا مع المنظومة اللي راكبة هناك. حتى انا واحد كده واحد موت 22%، انا واحد كده واحد وربع تمام. شكرا كده، ادي الجوينت تمام كده كده. ايه انا عايز اخفي السكتش، اخفيه من هنا، زوره من هنا تمام كده. ابدا اقول له عايز اعمل ريفولف يا جماعة تمام، البيزك سكتش بتاعي اللي هو ده من هنا، او بختار هنا خلاص. هو لقط وعمل مع نفسه، شكرا ما استنانيش اختار الاكس، هو خلاص الاكسات بتاعته لقطها والحمد لله 400. بعد كده رسمت، انا عايز اشوف بقى الديفرنس بينه، هل صح لقط منه كميه كبيره ولا غلط. لا ممكن كمان لما جيت عملت اللايمنج بتاعي ممكن ما كانش بالظبط، ما كانش منه حاجه بالظبط قوي، ممكن كانش السطح بتاع المش ديت ما كانش مظبوط. اخد بس السوليد بتاعي من هنا، اظهر المش من هنا، ممكن شويه مظبوطه، بعمل سكان في حاجه ورده. فما تيجي تقيس اول نقطه تقيس عليها، او تشوف الديفيجن بتاعك، شوف على اللقطه اللي انت خدت عليها السكتش عامله ازاي تمام. نبدا كده، اقول له اظهر يا عم الديفيجن بتاعك. لا شو بس حسب ده، اوه عايز كان في الاخضر 2%، دي الاخضر بتاعك من 1 من 10 ناقص 1 من ناقص 1 من 10، بس كان عندك واحد الواحد مني. لو عايز تغيرها برضه بتغيرها من القائمه ديت تمام. طبعا الليبل دوت ده اللي هو ايه، مكان تروس، الحاجات دي خارج دي مكان تروس ماشي. انت فين السكتش بتاعي؟ انا السكتش بتاعه ده اهم حاجه، دي نقطه انا ابدا اشوف فيها. ده الشنفر ده في 1 من 10 مش فارق معايا، ده انا عامله كمان مريض تمام. ده 4%، فالديفيشن بتاعك طلع ايه؟ حاجات من 100 يعني، بس يعني نعمل بس بنيجي تصنع على كده اهو 1%، حاجات يعني تمام. ده فرق بين ايه؟ بينه وبين المش، طبعا المش دي مش هتكون قاعده، فوارد تكون حته مشاه كده سرحه طالعه لبره، كان في حته الشحمايه، في حته نقطه الزيت، وده بيرجع حسب الدقه بتاع الجهاز بتاعك. طبعا الجهاز احنا عملنا سكان، جهاز دقيق جدا يعني، هو رخيص جدا، فعشان ممكن يطلع معانا النقط يعني تمام. دي كانت اول مرحله احنا عملناها، او لسه ناقص مرحله الاسطوانيه مهمه جدا، ان انا اعمل الخمور يعني. المفروض يا جماعه ان شاء الله كده هنبدا نعمل بقى الخمور. اجي بس هنا السكتش هنا اعمله اخفاء كل شويه ده، انا اصلا هبدا عليه خمور، اعمل بس كده عليه واعمل مش سكتش، وانزل شويه كده بحيث اقدر اخد العمق شويه منه تمام. طبعا هو كده الخمور مش جاي متوازي معايا، فكده ما جاش اعمل له ديفيجن. نشوفه انا بس اخد نقطة دي كده، اشوف بس العرض بتاعها كام والعمق هنا لهنا 38.4 تمام. طب والعرض بتاعه بقى كام؟ المفروض طبعا انا اكون معايا الجزء ده اساسا وعارفه، وانا قاس الابعاد بتاعت بوكليز وقاس على طول اديك العمق يعني تمام. المفروض يعني معانا الاجزاء ديت وبقيس يعني حاجه زي كده، بدل ما ارسم لا المفروض اقيسه. دي كام؟ 11.9 يعني 12 مللي انجاز خلاص. هبدا ارسم، امسحنا هبدا ارسم الخبور بتاعنا من اول وجديد انا مع نفسي. ياخد انا اهو تمام، عشان كده معاكم بس بيت الفيديو شرح. معلش اسف، نعمل اوفست بس نجيب ال 12 مللي بتوعنا بتاع العرض 6 و6 تمام. طبعا نفس خاصية بتاع السوليد وركس برضه، انا عايز اعمل القفل كابين تمام ارك، او عايز جنب واحد جنب التاني. طب عايز بوست دايركشن، انا عاوز وقت كام؟ اقول لك 12 مللي بتوعنا يعني كده. نبدا نوصل من هنا لهنا تمام. ابدا امد خد ده برضه معايا، اعمل تريم هنا، اجي من اي خط هنا زي ما في المنتصف كده، وابدا اعمل تريم للجزء بتاعي. انا مش واصل، معلش نمسح الخط دوت الخطوط دي، النقط دي مش واصلة مع بعضها. هبدأ أعمل هنا اكستند
تعمل دريم. اتأكد بس ان الأجزاء دي كلها رأسية عشان طبعا. تمام كده نبدأ نخش، بس ناخد الأول من الكيتشي أو الإكزيت. هروح اكسترود اعمل انا قط، مش عاوز هنا بس كنز انزل لتحت بأي بعد، مش كده خلاص بقى كده مش لازم اخد بالبعد يعني. طبعا في بلاين برضه شبيه برضه بالانكس وسود وركس، عاوز تو ريجن دي سيرفيس تو بودي ميد بلان، فأمر شبيه جدا من أمر الكاب بتاعتنا. خلاص احنا كده عملناها الحمد لله، احنا كده عملنا ادابتيشن للخبور بتاعنا احنا عملناه احنا. فاحنا صعب لازم المير الخبير يكون فيها شنفر طبعا عشان مجرد الخبور يخش يدخل مرتاح، بس من شنفر نص ملي دي عندك انت كمهندس كاد او مزبوط يعني. ديستانس ديستانس ده نص ونص ماشي خلاص، نص 45 درجة هي هي بس كده تمام. طبعا نكمل الشنفر اللي فوق بس كده عشان يجي يستيخ الخور بتاعك يبقى ايه فهمتها انا ان شاء الله. احنا كده عملنا نطور نص الشكل والجزء الاسهل شويه معاه بقى اهم حاجه. فضلت ان شاء الله بقى هنعمل الجزء الاصعب يعني معانا في المره ده، اللي هو عباره عن السنه. تمام هنختار اول حاجه سنه سليمه كده، نبص على الترس كده هنلاقي معانا هنا في سنتين هما السلام همت كمان. تمام ممكن ناخد السنة ديت تنضف شوية. تمام كده هنبدأ نعمل ايه صح ده عشان طبعا يطلع معايا عديد بتاع سطح السنة، مش هنعمله بلان من فوق الأول عند هوم، نقول له ده نخليه بلان، نجيب حاجة اسمها بيك مالتي بوينت، نختار نقطة هنا النقطة التانية النقطة التالتة رابعة معايا بلين، أزود كده عشان أجيب فيتي كونتر للبلان. تمام كده عايز اعمل سلايد هنا وسلايد هنا، اقسم دي منطقه ودي منطقه عشان المنطقه اعمل فيها سيرفس. فهنعمل ايه يعني، هو الغرض اللي عملته دلوقتي اخلي كل حاجه دي سيرفس يعني احوط السنه دي كلها بسيرفس، وبعد كده احولها بامر بامر تاني احول السيرفس دي كلها لبودي زي سود وركس كده. لما بتيجي تعمل تريم تعملها سيرفس بعد كده تحول السيرفس دي تلات ريمبات بحيث تخلقهم، بعد كده في امر بس مش متذكر هو سيرفس كروس لما زوم زري بيحول بودي. هنا في امر تاني هو الديفايتي او اللي هو التريم سيرفس ده بيحول لك برضه مجموعه السيرفس مغلقه لبودي. تمام ممكن حاجه تانيه ناخد ارك هنا فوق الوازر للارك دوت بتاع السنه، وابدا اعمل عليه سكاشن وابدا اعمل عليه كل سيكشن ابدا اعمل له سكتش وبعد كده اعمل له لوفت ماشي. فاش وقت معانا ضيق في ايه شغل السيرفس دلوقتي، فانا خلاص هختار احاول اختار نقطة عندي نوت مثلا كده، ابدا اختار كده دوس شيفت، انا اول مرة بدوس شيفت اما اجي اختار سيلكت. تمام بعد كده باخد دوس شيفت اهوت وابدا اختار يا جماعة اهي اوكي شيفت شيفت اهو اختار حاجة تزيد انا مش عاوزها فارد او كنسل تاني واشوف كده هيعمل ايه. بص بس كده شكله مهندك شوية بس تعالى بختار النقط بدأ بيحمل كده. لو مثلا السليكشن تول اللي انا ديت تبدا تختار معاها زي ما بيعمل كده تختار من نقطه يعني اريا كتيره، ابدا اختار الاريا كلها دوس كانسل طبعا اسكيب. ممكن اختار مثلا لاين واختار بلاين اعمل شكل بلاين او بالريكتانجل دوت، ابدا لحد ما اختار الاريا اللي انا عاوزها يعني. ويت في بوردون عشان كانسل. تمام ندخل تاني بسم الله. أسفه بيني شوي. تمام كده يا جماعة معلش اسف برضه مخبط بس الجهاز من شوية، ابدا اختار هنا طول سنين اهو نفس النقطة برضه حصلت معايا.
مش كده، مش عايز اخد جزء من الكيرف ليه؟ عشان ما اجي اعمل سيرفس عليه يبقى السيرفس بتاعي جاي عدل على قد الجنب السايد بتاع السيرنا فقط، مش عاوز احمل حاجه طبقات تاني فيهم. تمام يا جماعه، انا كده بقى المعصره معانا كده شويه، هبدا اختار لاين كده، هبدا انا اسحب بقى طبعا زي الشيفت، انا اول مره ارسم دوس الشيفت، بعد كده ببدا دوس الشيفت. ممكن اختار ريكتانجل شويه برضو معايا كده عشان اختار حبه مش اكتر، تمام. تمام كده بس كعمل سيلكت الريجون ديت، ببدأ اخش على مقاطع هنا الريجون، اقول له انسيرت. تمام كده يا جماعة، دي السن اللي خدتها، اروح بقى الناحية التانية اجرب برضو كده اشوف تيجي معاها ولا لأ. حاول ما ابدأ بس ما يجيش الشكل كله. خلاص كده اخترت برضو الجنب التاني اهوت، عامل برضو انسيرت ريجون. انا كده عندي منطقتين، تمام ماشي كده. دلوقتي برضو كده المنطقة خلاص حمره للسيرفس، انا عاوز احول الجزء اللي برضو الخارجي دوت برضو للسيرفس، بس قبل ما اروح اعمل له سيرفس اروح كده امر مودرينج، ابدا اروح امر مش فيت اختار دوت اون لاينر مور اوبشن، خلاص عايز لاينر مش عاوز كربشر رسم سيرفيس، بس عشان اضمن ان نفس الشكل تطلع بنفس الشكل العدل. اقول له اوكي معاك، نظهر السيرفيس معانا هنا، وابدا اني حتى اروح الفيش فيت برضه ليهم. تمام شوف بقى هنا الديفيجن هنا وهنا عامل قد ايه، كل حاجات من الف حاجات من مية الناحية التانية. تمام كده خلاص ماشي كده. طبعا الحركة اللي شفناها دوت دي التجاعيد دي تجاعيد مكان المش ومكان رفع السنة، هو السنة طبعا ممكن دي حتة الشحوم جت عليها طبعا، عشان قلت لكم قبل كده ان الجهاز مرفوع بيه جهاز الاسكان مرفوع بيه التريس دوت جهاز كبير جدا، يعني كتله عالية جدا واصلة لحد يعني 25 مايكرون. دي ساعات بتقابلنا في مشكلة برضه لو في تيار هواء او حاجة من تكييف او كده، احنا شغالين ساعات هو الاسكان بيلقطها، بيلقط تيارات الهواء دي. تمام نبدأ نعمل ايه تاني؟ عايزين نعمل هنا السيرفيس هنا دلوقتي كمان، عايز اعمل سيرفيس. اعمل سيرفيس ازاي؟ اعمل اكنها برضه شغال سيرفيس على سوليد وورك، تمام، او زي النكس يعني، هعمل ريفولف سيرفيس مع السطح دوت هاجي عليه طبعا عشان انا مطلوبش عندي، هبدأ اظهر السوليد اللي كنت عامله اهوت، اخفض مش ديت، هبدأ ارسم عليه عشان يبقى نفس المسار طبعا. على الرايت اهو، تمام. هبدأ اجيب سكتش لاين، هبدأ لحظة كده هبدأ نختم في ماشي السرب دي برضو، هو اتشاط من ده متوازي معاه ستنت برضو من طول السن كمان يعني. تمام كده
زر المش تاني، ابدا اعمل ريفولف دي. ممكن بالمرة نعمل ريفولف هنا بالمرة ده دي مع بعض مرة واحدة، وسيرفس داخل وخارج مع بعض. نعملها بقى، بس انا هحتاج مش ده خلاص. هعمل ده الاول، بعد كده اعمل المش، اعمل الجسم الجزء الداخلي. نعمل ريفولف، اخد ده سكتش الاكسس اللي هو الرايت وفرونت مع بعض، اللي هو الدايركشن بس مش 360 درجة. هدي بس قبل الريشة كده او قبل السنة، مش عايز اعمل كل دوت. تمام، نبدأ يعني برضو الجزء الداخلي دوت، الصفحة الداخلية. اختار مكان اسمه الرايت، واروح عند السكتش، او اللي عاوز مش سكتش، ابدأ اختار السنة سليمة او زي ما في عندك اللي هو ديت. ماشي، تمام. ابدا اعمل على برضه اللاين بتاعي عشان لما كده ابدا اعمل ريفولف سيرفيس، واعمل اكستند دي من فوق. تمام، هو طبعا من تحت طويل اوي يعني، ممكن نقصره كده. تمام كده، مش خلاص مش عايز اعمل تاني. شكرا كده، نروح على موديل على ريفولف، اغسل الرايت وادي ضغط الفيس الداخلي معلش، والوان دايركشن خليها 100 بلان. تمام كده، نبدأ نقفل المشي بتاعتنا. ماشي، لو انا معانا البان دوت هيشوفه معانا سيرفس ان شاء الله، مشوفوش هنبدأ نحوله تاني برضو، نحل برضو. ماشي، دلوقتي عايزين نعمل بقى التوب بتاعنا، نعمل له برضو سيرفس عليه، نظهر المشي تاني. نبدأ نختار الرايت التانية برضو كده معانا، ونقول له مش سكتش. هنا بقى هبدأ اخد روتيشنال مسود، ليه؟ عشان عايز اجيب بس القاع معايا، رايت الفرونت برضو معاكم يعني. نقول له اديني او هنا السرهوب بقى عشان ابدأ اجيب سنة القاع، وهاخد مقاطع عليه حد من سنة القاع. الضربة دي هتديني ايه؟ تمام كده، صورة القاع أو القاع بتاع السن بتاعي بدأ يبان هو معايا، هو الخط اللي تحت ده شايفينه، هو ده هو ده معانا. تمام، أبدأ أجيب خط هنا، لاين هنا، اللاين هنا ضايع أساسا. ماشي، في حالة زي كده ممكن أنزل بالخط اللي تحت شوية، عشان الموضوع من أساسا كده كده إيه، إن السنس نفسها لا عاملة لحمية مع الجسم، ممكن اعمل اوفست مثلا نص ملي، تلات ملي كتير اوي، ممكن نتكلم في ملي لتحت، ملي تحت دايركشن تو. تمام، فوق ده برضه مش همسحه، اخليه بس كده احوله دوتت. نيجي بعد الخط هنا بشوية، نقول له تعالى كده معانا، نمسح ده، نعمل خط مساعد تاني برضه لورا كده اهو، نعمل اكستنشن هنا. تمام كده، نقول له اكزيت باي باي، نعمل سكتش، نقول له هادي هنا موديل، هادي ريفولف. لا لا مش حاول نفسك يا عم، مش حاول نفسك يا عم، نفسي بتاعي كله باي باي كده. رايت، لا مش طب مش طب، رايت وفرونت. بص ده بيولد اكس، ماشي، اختار هنا برضو هتمد بلين. تمام كده، المساعدة حلوة كافية معايا أوي زيادة،
ابدا اخفي المش بقى، اشوف التقاطعات بتاعتي، لازم يكون كل ده مقطع مع بعضين يعني. التوب ده البوتوم ده هو مع الاساس، اخلي طبعا اعمل اكستند للسيرفس دي ودوت، اكستند للسيرفس ده 5 مللي، حلو 5 مللي معايا، والتاني برضه اكستند 5 مللي، راح فين برضه كده 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 خارجين مش فارقين معايا، تمام كده خلاص تمام كده. هي كل متقاطعة مع بعض، البلان ده برضه قطع مع بعضيه ماشي. هبدأ اختار بقى كده البلان بتاع، بلان واحد مع ده دوت، والسطح ده والسيرفس ده. بس تعالى كده يدعي انت، تعالى خلاص كده اخترتهم، اروح عند امر سولد فايتي سيرفس بين واحد، مرضيش اختاره هنا ماشي، بختاره في الترين بس ماشي. كل دلوقتي خلاص بدأ هما يعني بلان ما شافوش معانا على السيرفيس، هبدأ اختار اعمل ريجي تاني برضه فوق، اختار لاين كده اعمل سيلكت لاين واقسم الشكل بتاعي تمام كده. ابدا انسيرت ريجن تمام كده، ابدا اروح لموديل اعمل شفت، ممكن برضو السيرفس بريف دي تشتغل معايا نجربها برضو. ممكن اجي تلاقي لي اختار ريجن ديت اللي انا عاوزها بلان، هو هنا اطلعها بلان مش هطلعها سيرفس، هو كده عملها من اول بلان برضو بس مش عاوزينها بلان. يعني هو البلان كده كنا نسمي كارتين بلان بس يعني هذا مش كارت وانا سيرفس يعني. خلاص كده قلنا شكرا، لا بلان طلع معناها سيرفس بلان. طب كويس والله، نبدأ من اكستين. طيب من الشمال هو عمل على طول لقطهم 5 مللي كل جنب، نبدأ نشوف الديفيجن بتاعه عامل ازاي، 105 مللي. الحاجات اللي بره دي يا جماعة دي الأطراف بتاعة الفليت اللي في السنة تمام. شكرا كده سعادتك، نبدأ نظهر تاني تمش فيت اللي كان معانا، نظهر 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 نظهر، نخفي المش والسلوب بين نخفيه برضو، نشوف كده التقاطع بتاعتنا عاملة ازاي تمام. عند السطح ده بس عايز زيت من فوق، زيت 5 مللي مرة واحدة ماشي، خلي 2 مللي كده ونشوف عشان برضه منقطعش من حاجة تانية تمام كده، و2 مللي برضه على الكتور، خلي 1 مللي ده كان بعدها دوت لكن من الناحية التانية تمام. خلاص كده يا جماعة نجرب بقى نشوف أمر سولد فايتي تاني، نخش على منيو سيرفيس سولد فايتي سولد فايتي سولد فايتي سولد فايتي، مش عايز في الإنجليزي بتاعي شوية. خلاص كده نشوف بقى السوليد، نظهر معانا السوليد ادانا معانا شكل السنة الحمد لله جاية معانا اهي، بس اللي خلنا السطح اللي بره ده ممكن مكان زي ما كنت ظابطه في الاول معاه، بس نيجي نشوف كده طيب السنة عاملة ازاي مع المش بتاعها، مش يعني شايفين كام؟ 8000، 1 من 100 بفضل الله يعني. بس هو اللي ورا ده زي النهاردة هو الفريق بتاع السنة، نبدأ احنا نجيبه دوت ده مش بيبقى في المدير يعني، فاز الوردة شكله بيبقى في السنة ذات نفسها، ده احنا ممكن نجيبه ايه. بس انا بس في نقطة اهوت انا عاوز اعالجها الاول، نقطة السطح ده مع دوت، نقطة السطح ده مع ده، وممكن السنة تكون داخلة جوه لكن تبقى طالعة بره بالشغل لا، فانا هشوف بس اعملها كده كومبايند، او لو جت كومبايند ودخلت معايا في نفس السطح يبقى خلاص طب كده تمام كده مش هبدأ عايش شهور كده. بس قبل ما اعمل كده الصح الاول تاني عشان اكرر على السن بتاعتي، نبدأ نعمل فريت نعمل المشي بتاعنا الاول
نعمل الفليت بتاعنا الشنفر ولا ايه؟ معلش اسف الشنفر، اعذروا بس يا جماعه الانجليزي بتاعي تعبان شويه. واحد من اللي لا مش جاي. طب واحد وربع، خلاص نص كده كده، هو مش جاي متماسك، مش جاي. 1.45 جاي ديستنس مع ديستنس، ده كده لازم يتقاس بقى عشان يتحط بالظبط عشان ما نلفش فيه. هو اللي قدام كان 1.25، ده كان فيليت 1.25 انا فاكره، ده كان فيليت 1.25. لا رهان كبير، ربع ميلي. طيب تمام كده، عشان التريس حقيقي مش معايا، مش ماسك فين دلوقتي، صعب ان انا احكم عليهم برضو. بس عملت الحاجات دي معاك مش تفرق فيهم. كنت شنفر، لا شنفر ولا شنفر، مش فري. تمام كده يا جماعة، تمام كده وصلتها مثلا كل ما أقوله. شوف كده الدنيا ده هتنعمل ايه. انا بس يا جماعة عندي الشنفر تاني بس كده، عندي ممكن يقيسه على كده ان شاء الله. في حاجة اسمها وتر شنفر ممكن تقيس بيها. تمام، عندي الشنفر اللي ورا ده حد جدا 10، وده ممكن نعمله. أتذكر كان عامل ميل لغاية 2.5 أو 2.5 مني. نخفي مش ديت قرابة شوية. تمام، قربنا شوية من الجزء بتاعنا يعني. تمام، بس عملنا يعني حاجات يعني حتة الشفرية دي بتاعت السنة الترس دي سنة ممكن تقيسها بموتور قرابي في لارك للريديوس، وفي شنفر في برضو كده تورس تانية برضو اسمها الشنفري دي درجة منهم. تمام، بس نعمل الديفيجن دي كده. احنا ده طبعا هما كانوا 36 سنة ما أظن، ذلك كان 36 سنة قاعدين مع بعض. 1 2 3 4 أعتقد 36 سنة. يبدأ بس أعمل وريه دلوقتي، أبدأ أعمل لهم البادي بتاعنا. أنا طبعا هعمل لهم أريد دلوقتي قبل ما أعمل لهم ميرج مع، أو قبل ما أعمل لهم ميرج مع الجزء كلهم، عشان عملت ميرج مع جزء هضطر اعمل اري 36 سنه ب 36 بودي. تمام، فرش اكس تاني برضو هذا الرايت فرونت ورايت، مش عايز اكتب معلش اسف مرتين ظاهرين معايا ريفرنس، عايزين اعمل ريفرنس تاني برضو. السكشن دي السكشن مش عاوزه، يبقى الري تاني بكر ري طارق مش اختار من فوق. وفي حاجة مش ممكن في السكشن هنا، مش اختار بدو بتاعنا، ممكن تبتش الاكس بتاعنا طارق السطح دوت. نعمل 36 على 360 درجة ايكوال سبيس. تمام، نطلع معانا كده. تمام كده، انا طلع معايا الترس الحمد لله، معرفش هتبقى. ابدا كده اعمل بقى ميرج للترس، اعمل ميرج للترس عن طريق بولي ولا ميرج طول بولي. اختار كل ده، ندوس على كنترول اسف الشيفت، طور كل البولز كلها معايا. اقول له ميرش، طبعا الحته كانت فيها فصل دي خلاص كده اتدارت، بس اخفي البلانت دوت واروح اقفل هنا وكده. معايا الحمد لله الترس بتاعي. تمام، ابدا كده اعمل له بقى ترانسفير بس بتاع سوليد وركس.
بس هو انت حضرتك برضه بعد كده بتعمل لفظ انسبيرس كالوس بلوكس او الانديكس او بيبدا ممكن تظهر حبه مشاكل برضه في الخلف الامور دي، فانت بتبدا تعالجها. تمام، عندي مشكله في السبوركس ممكن تقول كده في اللايسنس وما تقدر تخش على سبوركس او الانديكس او الكريم البرنامج بتاعك انت عايز تنقله عليه سبوركس، بتقول له كده عاوز من اول خطوه من فيرست فيتشر من اول هنا ابدا انقل، ولا عاوز فيشر معين تنقل منها ده، ولا اون سيكي انتنتس. انتنتس دي بتعامل مع السكتشات مع البلان. تمام كده، وحتى راح الفيشر رايت مش من بس ستارت فروم فيرست فايل. تمام، بعد ادوس كده اوكي يبدا هو ينقل، بس طبعا عشان هي عندي سوكس فيود مشكله في الريجسترنج لازم تعالي لازم اعالجها الاول. تمام كده كده ان شاء الله ساعتين خلصنا الحلقه دي عن المقدمه على الريفرس انجينيرنج. يعني طبعا ضمن ان حضراتكم ده مجال واسع جدا، هندسه عكسيه مش واقف بس في المجال الميكانيكا او لا، داخله في شعبه حاجات كتير جدا برضه المجال يعني. والدنيا لسه برضه عن برامج من برامج الهندسه العكسيه اللي هو الجيوماجيك. ان شاء الله يكون نصيب معانا في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى.